السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الدور المغربي. الرجاء ينتصر على الوداد، يعني ويبقى مول، يعني نقطة واحدة برك وراء الجيش الملكي، نقطة واحدة. النادي الوحيد اللي مازال ما انهزمش، النادي الوحيد وهو الرجاء العالمي اللي مازال ما انهزمش، اللي عنده قاعده جماهيريه عبر العالم، محبوب محبوب. وهذه المباراه عمرها لا تنسى، هذه المباراه عمرها لا تتنسى، هذا تريكو عمر لا يتنسى. انا نقول لك عمر هذا تريكو لا يتنسى، حاجه كبيره اخويا. الا الانصار الاوفياء تاع الراجل الرجاء اللي عندهم هذا التريكو، هذا التريكو تعرفوا القصه تاعو، لو كان تعرفوا القصه تاعو قصه كبيره، والله لا قصه كبيره، قصه كبيره. الناس خرجت خلات الوداد رابحه، يسرحوا لي انصار تاع الوداد، لكن الرجاء في الدم خويا. انا كي تلعب بالوداد مع نادي افريقي ولا ناصر الوداد، لكن الرجاء نبقى الرجاء. العام الجاي داي داي، العام الجاي داي داي، الموسم القادم داي داي، والله لدينا كلش باذن الله باذن الله. الرجاء العام الجاي تاعنا تشامبيونز ليغ تاعنا، يسمحوا لنا شو الناس اللي يخبوا تشامبيونز ليغ، غير يسمحوا لنا تاعنا مهما كلف الامر. مش عارف ما فرحناش يا صرتو الموسم اللي الموسم هذا الموسم ذاك اللي فات، الموسم هذه ما شاركتش انا الرجاء، ما شاركتش تشامبيونز ليغ، ولا ما بانتليش كاع، ما بانتليش، ما بغيت كاع نهضر. واشتعل الصراع على اللقب في الدور المغربي، وتأجل الحسم للجولة الأخيرة من الموسم. انتصر الرجاء على الوداد في ديربي بهدف قاتل، وخطف الصدارة من الجيش الملكي الحامل اللقب الذي تعادل مع المغرب التطواني بنتيجة هدف لهدف. وفاز الرجاء على الوداد بنتيجة هدف لصفر في الدقيقة 92، سجلها آدم من ركلة يعني حرة مباشرة. وارتقى الرجاء للصدارة برصيد 69 نقطة ودون خسارة في الموسم حتى الآن، بواقع 20 انتصار و9 تعادلات. يعني كي نقولوا بلي كيما هكا، أنا كي قلت بلي الرجاء كان الجيش الملكي كان قدامنا، كي تعادلوا يا خويا. وارتقى الرجاء للصدارة برصيد 69 نقطة بدون خسارة في هذا الموسم حتى الآن، بواقع 20 انتصار و9 تعادلات. يعني نقول لكم ما عرفتوا علاه، شو راه نقول لكم، كاين أندية اللي يوصلوا يلعبوا دومي فينال فينال، علاه؟ ما كان لا شري لا بيع، ما كان لا شري لا بيع. أنا نقولها لكم ما كان لا شري لا بيع، ناس هاوين نجحت. وكاس شامبيون مبيوعة لفلان النادي الفلاني، ولا طيحة مبيوعة النادي، لا لعب تدخل هاك تشوف الجيش الملكي وين دار دودو. وشهدت المباراة طرد كل من سيف الدين وأمين، يعني من فتح ثنائي الوداد في الدقيقة 94 و99 في الوقت البدل الضائع، وفي الملعب يعني حصد أمين يعني نقطة يعني نقطة الجيش الملكي أمام المغرب التطواني، وسجل هدفين رد بهما على الثنائي محمد رضواني، وارتفع رصيد الجيش الملكي يعني ل 68 نقطة خلف يعني الرجاء في المركز الثاني بفرق نقطة عن الرجاء المتصدر. ويلتقي الرجاء في الجولة الأخيرة مع مولودية وجدة والذي يحتل المركز 13 ويسعى للهروب من صراع الهبوط، فيما يلتقي الجيش الملكي مع الفتح الرباطي
صاحب المركز الرابع والذي يحتاج لحسم تواجده في المركز الرابع من أجل التأهل للموسم المقبل للكونفدرالية الإفريقية. وتضاءلت الآمال الوداد المغربي في المشاركة القارية للموسم يعني المقبل، حيث يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة ويحتاج لتعثر منافسه لخطف بطاقة التأهل للكونفدرالية الإفريقية. ومليحنا وصايق حنا مع من غادي نلعبو، ها غادي نلعبو مع مولودية وجدة، عام فوزو فوزو بلعب ماشي زعاقة، غادي فوزو يعني فوزو فوزو لازم نفوزو، لازم نفوزو خويا. يعني حياة كبيرة يجد يوم برك شو نضحك نضحكوا نضحكوا نضحك يشوفوا فلسطينيين يبكوا، تسمعت الدنيا تسمعت لا لا تسمعت والله الدنيا تسمعت إن شاء الله يا ربي. وداد لا وداد يبقى وداد صاحبي، وداد يبقى وداد، قلت لك الوداد والوداد شو بير ما تنساش الوداد والوداد يبقى الوداد. وانا شو قلت لك بصح حتي يا خويا نعاودو نولو كي نتكلم على الرجاء نتكلم على الرجاء اصلا رانا ملاح هاك تشوف ما خسرناش. علاش عمل واحد قال لي لا وخسروا ما خسرت، ما تقوليش خسرت ما خسرتش انايا، كنا كانت كيف الهلال الهلال السعودي كنتو تشكروا فيه مع البايرن ليفركوزن خسروا في زوج، اروح نتحاسبوا اروح نتحاسبوا احسب لي الرجاء، الرجاء ما خسرش كاع هذا فانيك تاريخ الرجاء ونادي عالمي فانيك نادي عالمي هذه هي. نادي عالمي خويا نادي بامتياز والله العظيم او يا كي دارو دو دو صايق راحت الاخرى راحت الوداد 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 الله يجعل يلعبو كاس الكاب هو لازم الاخرى تخسر مع مع الوداد مع الجيش هاو قلبناكم قلناكم ما خسرناش حنا كاع على بالك حنا ما خسرناش عند ربي حنا ما خسرناش هذه هي حنا الحاجة المليحة ما خسرناش كاع ما خسرناش كان يقول لك ما خسرناش كاع تحية الوداد تحية الرجاء على بالي ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.